خيري. نفسك تبقى كبير، نفسك تبقى أهم وأكبر من محمد أبو دياب أبوك، حقك. بس العبها صح يا ولدي، أنا ممكن أكبرك وخليك أكبر مني، بس من ورايا تبقى بايخة ماسكة وترجع بيتك وانت حاسس انك عيل صغير. وعلى ايه يا ولدي؟ انا ممكن امسكك عمليات التراب لحسابك واديك جنبها عمليات تانية كتير وتبقى شريكي، بس بشرط كل حاجة من خلالي انا بس. زمان جدك عمره ما ضربني الا مرة واحدة بس، وكنت متجوز ومخلف وقصاد الناس كلها. عارف ليه؟ عشان 50 قرش. كنا بنبيع شوال التبني بجنيه وكانوا 100 شوال. أبوي اتفق معايا على السعر وقال لي اوزن للراجل وخد الفلوس. عملت ناصح، قلت للراجل زود تعريفة في كل شوال وهفق. فرحت، أخدت منه الفلوس ورجعت لأبويا وأنا مبسوط، مكسب 50 قرش. وقبل إيده ما تتمد عشان تاخد الفلوس كان كفه معلم على خدي وكلمته عطرني في وداني، ولو 100 ألف وأبوك ما اتفقش عليهم تبقى مش ولدي. والكف فضل معلم على خدي وعقلي لحد ديلوك يا خير، ما تبص تحت رجليك يا ولد. بعدين في النهاية ما كله ليك ولإخواتك. حتى شبابيك مصمرينها ماشي منها الكلب. افتح منها افتح اقولك. والله ما اقدر يا ابوي، الحج كان يقطع راسي. افتح منها، عاوز ادخل الحمام. يا ابوي انا ماليش مصارى، سامحني سامحني يا حماد بيه. خير يا ابوي؟ انت فتنت على اخوك ليه؟ كان قصدك ايه؟ ولا حاجة، انا كان غرضي تعرف كل حاجة يا حاج. جدع، اقعد. تعرف ان خيري ما شكش لحظة واحدة انك انت اللي قلت لي؟ كويس، كمل جميلك وقول لي كم نجل التراب بعتهم من ورايا انا وخيري قبل كده. ولا واحدة يا حاج. جودة، أكتر حاجة أكرهها في الدنيا الحرامي والجبان، وأنت الاثنين. ليه بس يا أبوي؟ لأن الفكرة فكرتك من زمان، ولما خيري قالها لك سبكت وقلت لي عشان القديم ما يتكشفش، وفاتك إن ممكن أوصل للمشتري وأعرف إن الحكاية قديمة. إبراهيم كذاب. إبراهيم مين؟ اللي قال لك. وش عرفك إنه إبراهيم؟ ها؟ روح شوف شغلك يا جودة. حد من بلدنا شاف كامل والد حضرتك قاعد في سيد العارف مع الدراويش. ازيك يا ابوي؟ ابوك قال انك عايش هنا ليل ونهار. هنا البراح كله بعيد عن الدنيا الضيقه. انت قلت لي اسافر وازور، قلت لك سافر وزور وارجع، بس ما رجعتش. لسه الرحله ما خلصتش.
جايز يا ولدي تكون مبسوط، جايز تكون مجاورة الصالحين بذكر الله عاملين لك راحة وسعادة ما حدش يقدر يحسها غيرك، لكن برضو في ناس ليها حقوق فيك. لو على حقي أنا مسامح فيه، وعاوز الناس كمان تسامحني. حقك أنت حر فيه، بس مرتك حقها في رجلها فين؟ وعيالك وأمك، كلكم راع وكلكم مسؤول. صح، ما أنا راجع يا أبوي. دلوك يا كامل وفي إيدي. لما المولد يخلص. الرحمة حلوة يا ولدي، ارحم عيالك بطلتهم في وشك، وارحم مرتك ورويها بحنانك، وارحم أمك وارحمنا أنا كمان. ولا يعني عشان غني وعندي فلوس ربنا ما وصاكش عليا؟ يعني هو ربنا وصى على الوالدين الفقراء بس، وبعدين أنا ليا حقي فيك. صح صح يا أبو. تعال معايا واعمل أوضة في بيتك أذكر فيها ربنا زي ما أنت عاوز، بس خلي بابها على عيالك. اديني جبت لكم كامل ومع حلاوه المولد كمان. مفيش احلى من طلتك علينا الحاج. افتح يا عم مناع، يا عم مناع افتح، حرام عليك. على عيني والله يا ولدي، لو فتحت لك الحج هيفتح راسي. هو انا لو طلعت هخلي فيك راس اصلا؟ شفت عيالك فرحانين بالكيف يا ولدي؟ الراجل وسط بيته زي الزاد والميه، تبص لهم يشبعوا، تطبطب عليهم يتربوا، ربنا ما يحرمهم منك. ولا يحرمناش منك انت يا حاج، ده انت الزاهد والميه والنور كمان. تتعشى ايه يا عم؟ عندنا كل حاجه وعشر دقايق وتاكل اللي تحبه. مروان تعالى جنبي. طمني عامل ايه؟ تمام يا جد. بكره هتروح مشوار مع ابوك، ابوك هقول لك عليه. مشوار ايه يا ابوي؟ ما انا هقول لك عليه. مشوار يا حاج، هتجيب المأذون؟ يلا يا كامل نروح نزور عمك اللي وصل، انت لسه ما شفتهوش. حاضر يا ابوي. طب والعشاء؟ نعم جاي كتير. هتمشي يا نور العين وتسيبنا في الضلمه؟ كامل. ايوه يا ابوي. يلا احسن عداد الكهرباء بتاع امك علي. رجع يا ولد تعبان على الاخر، لا عارف يقعد هنا ولا عارف يرجع مصر. ولده ده فين؟ حطيناه عند عمتك توحيد، ومحدش يعرف طبعا ده ولده. عايزك بكره تبعت ولدك لهناك وانا هبعت مهران او ولادي يصلوا بعض. كل ده حصل في 10 سنين غربه؟ وهي 10 سنين هينه يا ولدي، غبت عن بيتك اسبوعين ثلاثه ضلم. الله يكون في عونه، مرات عمي كمان مش هتسيبه الحال. ربنا يقويه. تصور من ساعه ما رجع ما حدش من اخواتك راح له. ليه طيب؟ ما انت عايش في عالم تاني، لا عارف اخواتك هيعملوا ايه ولا هيفكروا في ايه. ومش عاوز اعرف. هتسيبني وسطيهم؟ في الاول وفي الاخر عيالك، وهتعرف تسوقهم لحد ميتة. خيري شادد علي، وجوده ضميره مش سليم، وقلبه تخش جواه بلندن. حصل ايه؟ اللي حصل واللي هيحصل ما يضحكوش. المهم عاوزك معايا على موجه واحده. والواد الصغير امبارح قاعد يشرب حشيش. حشيش؟